ضربات انتقامية ضد أهداف إيرانية في كل من العراق وسوريا كانت متوقعة من الولايات المتحدة التي وصفتها بالناجحة، وذلك في أعقاب مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم استهدف قاعدة أمريكية بالأردن. وتأتي هذه الضربات تأكيدا لما تم التلميح إليه مسبقا من الإدارة الأمريكية بعدم رغبتها في توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بدخول مواجهة مباشرة ضد إيران، وهو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا. لكن بايدن شدد على أن بلاده ستواصل الرد على كل من يلحق الضرر بالأمريكيين، مشيرا إلى أن الضربات ستتواصل في أوقات وأماكن ستحددها واشنطن فيما بعد. أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال إن المقاتلات الأمريكية المشاركة في هذه الضربات استهدفت 85 هدفا في نحو 30 دقيقة، وذلك بغية تحكيم قدرات الحرس الثوري الإيراني. بدوره قال مدير العمليات بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن بلاده استخدمت في ضرباتها الجوية بالعراق وسوريا ذخائر تتميز بدقة متناهية. الضربة الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق جاءت قبل ساعات من تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها سترد بقوة على كل من يحاول أن يستأسد عليها. بدورها نددت بغداد بالغارات الجوية واعتبرتها انتهاكا لسيادتها وتقويضا لجهودها نحو ترسيخ الاستقرار بالبلاد، بل وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقبا. سوريا من جهتها ذكرت أن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع وبلدات شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين. وشددت دمشق على أن احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر. واعتبرت وزارة الدفاع السورية أن الهجمات الأمريكية ليس لها مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب. ويرى المراقبون أن تلك الضربات جاءت حفظا لماء الوجه لبايدن بعد ضغوط شديدة من أجل الرد على مقتل الجنود 3، وفي توقيت لا يمكن أن يتأخر عن ذلك بعد مراسم إعادة الجثمين التي حضرها هو وكل من زوجته جيل بايدن ووزير دفاعه لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان تشارلز براون وشخصيات أخرى. كما تستهدف الضربات الأمريكية الأخيرة احتواء إيران وتقليص قدرات أذرعها في المنطقة دون استفزازها بشكل مباشر عبر الدخول في مواجهة معها غير معلوم مداها، وقد تكون نتائجها وانعكاساتها كارثية على العالم بأسره. والشاهد أن العمليات الأمريكية ضد مواقع الميليشيات المرتبطة بالهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة تستهدف في المقام الأول استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة عبر إسكات أي ممانعة ضد وقفها أو مقاومتها لحين.